كل متابعي التلفزيون اليوم السابع، اهلا بيكم. تغطيه رياضيه جديده، يعني كلنا طبعا الحمد لله من امبارح واحنا يعني في حاله سعاده كبيره بعد فوز طبعا منتخبنا الكبير على ليبيا واقترابه بشكل كبير من التاهل للمرحله النهائيه في تصفيات كاس العالم. يمكن كيروش دي كانت المباراه الثانيه ليه، المباراه الاولى قدر برضو ان هو يفوز في مصر بنتيجه 1-0. الحمد لله الاداء تحسن بشكل كبير والنتيجه يعني اكبر طبعا، وظهرنا بشكل كويس جدا. مفيش حاجه عقرت الصفو، يمكن طبعا حصل موضوع محمد الشناوي اللي احنا يعني حابين نكلمكم فيه النهارده، في تفاصيل مهمه جدا حابين نقولها لكم وكواليس اعتقد ان هي يعني مش هتسمعوها الا هنا لاول مره في تلفزيون اليوم السابع. يمكن محمد الشناوي طبعا زي ما كلنا شفنا تعرض للاصابه في الشوط الاول والنتيجه كانت لسه 0-0، وهو خارج. هي المشكله كلها مش في اصابه الشناوي وتغييره، المشكله كلها في اللي حصل. يمكن الشناوي ظهر وهو بعد اصابته على طول بيكلم الجهاز الطبي زي ما بيقول لهم انا مش قلت لكم، وبرده وهو خارج اتكلم مع عصام الحضري واكد له ان هو كان متوقع ان ده هيحصل. طيب الموضوع ايه والمشكله فين بالظبط؟ خلينا نرجع شويه ورا لحد قبل المباراه القاهره واللي انتهت بنتيجه 1-0 لصالح منتخبنا. يمكن كان في كلام كتير جدا عن اصابه محمد الشناوي، وهل اساسا الشناوي هيشارك في المباراه الاولى ولا لا؟ كان هو ده السؤال الكبير جدا، والشناوي في الاخر شارك. الشناوي ايه اللي حصل له في احد التدريبات اللي قبل مباراه المنتخب، بعد طبعا يعني احدى الكرات في التدريب مع كابتن عصام الحضري، يمكن كابتن عصام الحضري شط الكوره جت في خلفيه محمد الشناوي، يمكن عمل له زي شد كده في العضله الخلفيه، ولكن الجهاز الطبي اكد ان اصابته يعني مش قويه ولا تستدعي غيابه عن المباراه، وبالتالي فعلا محمد الشناوي شارك في المباراه. بس الشناوي اكد للجهاز الطبي ان هو لسه حاسس بشويه الم كده في العضله الخلفيه. الجهاز الطبي اصر ان هو يعمل له اشعه، الاشعه اثبتت سلامه محمد الشناوي بشكل كامل. انا بس عايز اقول بس نقطه مهمه جدا في الموضوع ده، ان الناس كلها بتلوم عصام الحضري وبتقول ان عصام الحضري هو السر في مشاركه محمد الشناوي. انا بقول لكم والكلام ده على مسؤوليتي، ان محمد ان عصام الحضري لا يتدخل في اختيارات حراس المرمى. ممكن يبقى ليه راي، ممكن يبقى ليه توصيه زي ما بنقول، بس الاختيار في الاخر هو لمستر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب. اللي عايز اقول لكم ان هو بيتدخل في كل كبيره وصغيره في المنتخب، اي عمل اداري بيتدخل فيه، اي عمل فني بيتدخل فيه، كل حاجه في المعسكر بيتدخل فيها. يمكن يعني سير اليكس فيرجسون طبعا المدير الفني الكبير واسطوره مانشستر يونايتد كان قال قبل كده على كارلوس كيروش ان هو اكتر مدير فني في العالم من ناحيه التنظيم، افضل مدير فني في العالم من ناحيه التنظيم، افضل مدير فني يقدر يعمل لك فريق، وافضل مدير فني يقدر يعمل اعاده هيكله لفريق. فهو واضح فعلا ان كارلوس كيروش من المدرسه دي بيهتم بكل التفاصيل. كارلوس كيروش عمل جلسه مع الجهاز الطبي، الجهاز الطبي اكد له ان محمد شناوي ما عندوش مشكله، وبالتالي كان قرار الدفع بيه يعني من كارلوس كيروش نفسه اللي دفع بيه في المباراه الاولى. شارك محمد شناوي في المباراه الاولى بشكل طبيعي وما حصلوش اي حاجه. بعد كده في التدريبات يمكن الشناوي شعر ببعض الالام البسيطه جدا جدا. الجهاز الطبي يعني شايف ان هو مش الموضوع ما يستاهلش ان هو يعني يعمل اشاعه او كده. رغم الالام ورغم كل ده محمد شناوي كان اكتر واحد مصر ان هو يشارك. محمد شناوي شايف ان هو دلوقتي في التوب فورم، هو دلوقتي بيصنع لنفسه تاريخ كبير، بيصنع لنفسه يعني زي ما بيقولوا انجازات كبيره خصوصا على مستوى المنتخب الوطني. فمحمد شناوي نفسه كان اكتر واحد مصر، بس هو كان طلب ان هو ما يشوطش الكور اللي هي ضربات المرمى، ان هو شايف ان دي ممكن تحتاج حمل ومجهود كبير، فهو طلب ان هو ما يشوطش الكرات دي. بس يعني كارلوس كيروش رجع للجهاز الطبي واكدوا له لا ان هو ما فيش مشكله خالص، ان هو ما عندوش اي ازمه وممكن يلعب الكرات دي فعلا. ومن احدى الكرات بعد ما الشناوي شاط الكوره حس ببعض الالام، وعشان كده هو كان اتكلم مع الجهاز الطبي واتكلم مع عصام الحضري ان هو حس بالموضوع ده. بس اللي انا باكده لكم ان عصام الحضري لا يعني لا الموضوع مش معاه هو خالص يعني، والموضوع كله مع كارلوس كيروش اللي هو اللي اصر على مشاركه محمد الشناوي. وعايز اقول لكم برده على حاجه برده في الكواليس حصلت بعد المباراه الاولى، وبعد ما انتهت المباراه الاولى مستر كارلوس كيروش عمل اجتماع مع الجهاز الفني، اتكلم مع الجهاز الفني واحد واحد وحتى بعض اللعيبه الكبار، قال لهم شايفين مين الهيرو بتاع المباراه، مين نجم المباراه، مين اللي شايفينه اللي قدر يعني يكون نقطه يعني زي ما بيقولوا كان ليه دور كبير في فوز منتخبنا. انا اقصد المباراه الاولى اللي هي المباراه اللي فاز فيها منتخبنا 1-0. معظم الجهاز ومعظم اعضاء الجهاز الفني وحتى اللعيبه اختاروا محمد النني ان هو نجم المباراه، ولكن كارلوس كيروش كان ليه راي مختلف خالص. كارلوس كيروش اكد ان هو شايف ان نجم المباراه او الهيرو بتاع المباراه على حد وصفه هو كان محمد الشناوي، بعد ما قدر ان هو يعني يعمل انقاذ كبير جدا في مباراه الذهاب والنتيجه كانت لسه 0-0، والكره اللي صدها وجت في القايم، وبالتالي حافظ على النتيجه لحد ما منتخبنا قدر في الشوط الثاني ان هو يحرز هدف عن طريق عمر مرموش ويفوز بثلاث نقاط ثمينه جدا جدا، هي اللي يمكن سهلت بشكل كبير برضو فوزنا في مباراه
العوده. دي برضو بالنسبه للجزئيه دي. كان في كلام كتير برضو ان يعني يا محمد شناوي هيكون موجود في المنتخب، يا عصام الحضري هيكون موجود في المنتخب في حاله استمرار الازمات واستمرار المشاكل. انا باكد لكم تاني ان المشكله مع محمد شناوي ما كانتش مع عصام الحضري خالص، هي المشكله كلها ان هو زي ما بيقولوا طلب ان هو ما يشوطش الكرات الثابته، ولكن الجهاز الفني اكد ان هو يستطيع والجهاز الطبي اكد ان هو يستطيع. فالمشكله في الاساس مع كارلوس كيروش، المشكله مش مع عصام الحضري خالص خالص، واي حاجه غير كده انا باكد لكم الكلام ده، والكلام ده يمكن يعني على مسؤوليتي المره الثانيه اللي باكده. طيب بالنسبه لعصام الحضري، هل فعلا ممكن يتم اقاله عصام الحضري من الجهاز الفني للمنتخب؟ انا باكد لكم طبعا لا. يمكن كارلوس كيروش يعني معجب جدا بعصام الحضري، وشايف ان هو اسطوره من اساطير حراسه المرمى، وهو كمان برضو اللي الناس ما تعرفوش ان عصام الحضري قدر ان هو ياخد كورسات وقدر ان هو يعني يطور من نفسه بشكل كبير، وخد حتى كورسات بره مصر في علم تدريب، في علم التدريب وعلم حراسه المرمى، وبالتالي هو مؤهل بشكل كويس جدا. وهو يعني عصام الحضري زي ما بيقولوا يعني يستمع لكارلوس كيروش وينفذ تعليماته بقى بالحذافير، لا يعني لا يحيد عن الخط زي ما بيقولوا، فبالتالي مفيش اي مشكله مع عصام الحضري عشان يتم اقالته. محمد شناوي طبعا هو حارس مصر الاول، وده يعني زي ما بيقولوا يعني باجماع كل اعضاء الجهاز الفني ان محمد شناوي هو حارس مصر الاول والحارس الاهم في منتخب مصر، واحد من اهم لعيبه منتخب مصر، وبالتالي برضو لا اقتراب من محمد شناوي. يمكن احنا اتكلمنا كتير عن ازمه محمد شناوي، خلينا برضو نرجع تاني للمنتخب اللي هو فعلا ظهر بشكل كويس جدا وشرفونا، رجالتنا شرفونا، ان شاء الله باذن الله يقدروا يكملوا المشوار للاخر ويقدروا في النهايه يصعدوا ويحققوا حلم ال 100 مليون مصري بالصعود لكاس العالم باذن الله. محمد صلاح برضو اخر خبر بقى معانا ان محمد صلاح يمكن رجع القاهره مع المنتخب، هو متواجد النهارده في القاهره وهيقضي اليوم في القاهره، وهيسافر باذن الله على انجلترا غدا، وده خبر برضو جديد ان هو ان شاء الله هيسافر بكره باذن الله لانجلترا عشان ينتظم بقى في تدريبات ليفربول استعدادا لاستئناف الدوري الانجليزي. دي كانت تغطيتنا النهارده في تلفزيون اليوم السابع، تغطيتنا الرياضيه في تلفزيون اليوم السابع. خليكم دايما مستمرين معانا، معانا تغطيات تانيه كتير باذن الله.